السلام عليكم، معكم وقعي بابريس. سمعنا تعرضتي لواحد الاعتداء شنيع من طرف شي جيران ديالكم، بغيناك تعاود لنا هذا الشيء اللي وقع، الحدث اللي وقع لكم. عليكم السلام، معكم عبد العالي الدريوش، تلميذ ديبلومي ميكانيك جينيرال بوليفالونت. استاذ، هاد الناس ديما كيتهجموا علينا للدار، ديما كيهدونا. نرجع مع استاذ، تخرجت انا واحد الدراري صحابي، سكن شي واحد منهم جايب خاويه شير عليا، هربت له. جيت عند الاب ديالي قلت لهم مشاو نديكلاراو عند 16، كنا غاديين عند 16. استاذ تا كيخلط علينا كاملين، تعرضوا لنا، بقاو كيضربوا فيا انا وبو. تا كتشوف استاذ ضيعوني في حياتي، واش دابا شي شركة غتقبلنا انا بغات تضربو في وجهي؟ واستاذ ضيعوا لي قلبو لي حياتي، تفاعل على هاد الناس. شنو اللي وقع لك بالضبط دابا في هاد اللعبة؟ هاد الاعتداء شنو وقع لك بالضبط في اليد ديالك؟ قطعوا لي العصب صبعاني استاذ، ها هو وجهي سيكاتريس، والضربة في راسي لقاو عندي ميكروب فيها استاذ. مع مني جيت من الطبيب ولا طحت كوما، داتني لابينات ملي نديرو لي سكانير والتحاليل وداكشي، لقاو عندي ميكروب في الدار. شنو هو السبب ديال هاد الاعتداء؟ السبب ديال الاعتداء استاذ، قالك هاد الناس حنا مستغلين الملك العام. حنا الوالد كندير واحد الجريدة، لقى واحد الحال سلمي مع القايد، حيد ديك الجريدة، عندو الحوانت في ديك الجريدة، دارهم مشروع مقهى ملك عمومي. ديك الناس ملي شافو الوالد ديالي دار قهوة بحال ما بغاتش تصرت لهم ولا ما عجباتهمش، بقاو حاقدين علينا استاذ. هزاو فينا حسيفة، انت كتشو قلبو لحياتي تفاعل عليه، ضيعوني اللي ياخد فيهم الحق. عاش الملك، وكنتمنى من القضاء ياخد الحق يا استاذ. هادشي اللي باغي. درتي الشكاية ديالك؟ درنا الشكاية، درنا الاجراءات كاملة استاذ، كنتمناو غير من القضاء ياخد لي حقي، والله ياخد الحق. نتوما الساكنة ديال جنان منطقة الصعب الورد بلا الطاهرية على العروسي استاذ، تحاموا فيا 5 بيوم استاذ، وبيهم بعيالاتهم، وقتلوا لي بو تا هو معاي، وخلوا فيا الضرب بالانواع والسب والشتم بالانواع. واش تعتقل فيهم شي واحد دابا؟ ما تعتقل فيهم استاذ حتى واحد. هادشي حنا اللي مضوخ، انا ما عرفناش هاد المخزن شنو كيدير. بس حنا باغيين المخزن ياخذنا حقنا، ما باغيينش نديرو شي حاجه من حنايا. لكن اللي حتى واحد فيهم ما تعتقل، انت كتشوف الحاله استاذ. صباحاني مقطع الاعصاب، وجهي ضاع، انا غير كلمي. الشكايه قدمتها وما تعتقلت شي واحد؟ مقدمين الشكايه، مازال ما تعتقل فيهم حتى واحد. بس شكرا. معك موقع عيبا بريس، بغيك تعاودني لنا كيفاش صرا لهذا الاعتداء ديال على ولدك، وصابيتو نتوما كاملين بهذا الاعتداء، عاودنا التفاصيل ديال هذا الشيء اللي وقع. غادي للكوميساري، قال لي با لا تمشي معايا، خلط عليا الدار، قال لي تمشي معايا. مشيت غادي مع علانيتي هنايا، الله بعدنا من الدار بواحد شوية، ماشي بزاف، بحال شي نص كيلومتر واقيلا ولا مكاملش، هما يخرجوا فيه، قبضوا هو بقا تيقتلو فيه، أنا ما تيخبر. تنهب لي واحد قال لي با حسن راه ولدك تيقتلوه، تنولي تلحقو طايحين عليه، مجيفينو وباركين عليه. هادشي اللي كاين، خاشين نكذبو بلا قياس. هادشي اللي واقع لنا، منين جيت أسيدي وليت هنايا، ما عرفت باش ضربتني واحد البنت لهنا، شو قداش من فوق. ما عرفت واش ضربتني، هانت ضربتني كاع بغات طير لي صبعي بموس، وهاكا كاع ما فقت بيه، والله بيه ما فقت. يا فتالي ملي مشيت اسيدي تنولي ضربتني، تلفت انا ما بقيتش غير تنشوف الطريق كاع. هي هاديك، جاو هما بقاو باركين عليه، شي تيضرب وشي بارك عليه، وهذاك اللي مخيوس هو اللي بارك عليه. هي هاديك، منين ولينا ما عمر غاتهضر معاه، لا وجد المروق دريكت مرقيت انا كاع، ما بقيت لا نشوف ولا والو، صافي صافي هادشي اللي كاين. شكرا. معك موقع عيبا بريس، انت الاخ ديال الضحيه، بغيتك تعاود لنا شنو اللي وقع بالضبط. السلام عليكم، انا الاخ ديال الضحيه الدريوش عبد العالي، والاب ديالي حسن دريوش. هاد الاعتداء وقع من طرف واحد الناس كيدعيو انهم فاعل جمعوي اللي كيساعد الناس وكيدير ساعه، هو كيدمر الناس ماشي كيساعد الناس. وتعداو ليا على الوالد ديالي، ضربوه هو والاخ ديالي، انت كتشوف كيف دارو، تكرفصوا عليهم، بدايه انهم باغيين يحرروا الملك العام.
وما غير نعرفوا اش من سلطه عنده باش يحرر هو الملك العام، لما كاين لا مخزن في البلاد لا سلطات لا حتى حاجه لا تحرر الملك العام. ذلك بان كيحرر الملك العام وكيتهمنا حنا عائله كتبيع المخدرات، كتبيع الاقراص المهلوسه، كتبيع جميع انواع المخدرات. واش المخزن ما كاينش اللي غيعرف هذا الشيء؟ هذا بان حنا كنتاجروا في هذا الشيء هذا والمخزن ساكت علينا. هاد السيد هذا ولا كينشر في مواقع الكترونيه اننا كنديروا اننا اعتدينا عليه وضربناه، وحنا الاخ ديالي ما ضربوا متى حاجه، راه كلشي باين في الفيديوهات، كلشي واضح للناس، وهنا في الحومه راه كلشي كيعرفنا وكيعرفوهم هما شنو كيسواو وعارفيننا حنا شنو كنسواو. يعني حتى شي واحد ما خافي عليه شي حاجه. هاد الناس الله يهديهم ما بغاوش يبعدوا منا. هادي 3 سنين وما تابعيننا، تابعيننا على واحد الجريده كنديرها للواليد حدا الباب، واحد الشجيرات داير عليهم واحد السياج حديدي باش حاميهم، ما كيرسهمش الدراري الصغار، ما يوصلهم حتى شي واحد. دخلت السلطات حيدت داك السياج وتفاهموا مع الوالد ان لكل الحل سلمي بلا ما صداع بلا حتى حاجه. زولوا داك السياج ديالو، زولوا له واحد الصور كان دايرو. الوالد اضطر ان المحلات ديالو بقاو فارغين، بغى يخدم فيهم مشروع ناض، بغى يدير قهيوه بحال الجامعه ايات الناس. منين ناض كيدير هذا المشروع هذا الناس ما تساعدش فيهم، بقاو كل نهار كيجيبوا ولادهم وعيالاتهم ويدخلوا عليه حتى لديك الباصه ديك الحوان ديالو ويقولوا له هذا الملك العام، يتهجموا عليه يضربوه. دابا انت فين وصل بهم الحد؟ وعاد الجمعه اللي دازت نهار 20 في الشهر كان دار شكايه بان هجموا عليه وهرسوا ليه الطوموبيل ديالو، البار بريز ديال الطوموبيل، وتكرفصوا عليه كان بوحديتو. والجمعه اللي من بعد مشى قدم شكايه عند الشرطه المنطقه 16 ودار محضر بالتهجم ديالهم وهرسوا ليه السياره ديالو. ودابا عاوتاني الجمعه هذه اللي دازت نهار 27 في الشهر تهجموا عليهم بالسلاح الابيض، الهراوات، باي حاجه، وبداو كيقتلوا في خويا الصغير. راه كاين الفيديوهات راه ما يطلونصا ان شاء الله، ويشوفوهم الناس ويشوفوهم الراي العام باش يعرف الحقيقه شنو هي، بان هاد الناس راه كيكذبوا علينا وكيتهمونا زور بان سنبيعوا الاقراص المهلوسه وكنعطيو للناس الرشوه، وبا كيعطي الرشوه للمخزن، كيعطي الرشوه للقايد، كيعطي الرشوه للباشا. هادشي راه ما كاينش منه. يعني الناس انا قلت لك كيعرفونا انا في الحي شنو كنسواو وكيعرفوهم هما شنو كيسواو. يعني كل واحد معلق بلاكه ديالو على دارو، ماشي حنا رحنا عاده نبقاو نشرحوا للناس ونقول لهم شنو كاين. حنا المهم خصنا القضاء يوقف في صفنا باش ينصفنا وياخذ لينا حقنا. هذا هو الطلب ديالنا من القضاء ان شاء الله. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.